احنا اليوم سعيدين في يوم هاليوم المتميز ان ندرب اعضاء هيئه تدريب وتدريس في التطبيقي على برنامج كوستانيا، برنامج التحول الرقمي. كوستانيا من اساسيات تعليمها في المستقبل ان شاء الله، والمحتوى العلمي الرقمي اصبح مكمل للتعليم النظامي وداعم له. كوستانيا يتيح قياس التحصيل العلمي من خلال أدوات إلكترونية. تعلمنا طريقة جديدة تسمى التعلم باللعب، وهو أحد التطبيقات لكوستانا التي نشجع على استخدامها بالتعليم لنا وللأجيال القادمة. نتمنى من المعلمون أن يستخدمون برامج تعليمية لتطوير العملية التعليمية مثل كوستانيا.